بسطرمه. البسطرمه طبعا هتقولوا يا نهار ابيض، ده عرق البسطرمه ده بيبقى غالي قوي وبعدين كبير قلت لا، طب ما هنعمل اي قطعه حمراء. على فكره يعني بتوع البسطرمه مش عاملينها كلها عروق ولا حاجه خالص، اي قطعه حمراء بيعملوها. كان زمان، كان زمان هو لازم العرق الفلاني ومش عارفه ايه وخلاص هو ده اللي هيتعمل. لا دلوقتي اي قطعه حمراء بنعملها. فانا جايبه البسطرمه الحلوه القمر دي، طبعا برضو زي ما قلت لكم زي ما عملنا البلوبيف ان هو بيقعد فتره كبيره معانا بنستخدمه، نفس الحكايه في البسطرمه بنعملها وبتقعد معانا فتره كبيره جدا نستخدمها. فانا جايبه كيلو لحمه على فكره بس، يعني عايزه قلت له عايزه حته سليمه على بعضها، وش فخده بقى مش وش فخده، انا عايزه حته سليمه على بعضها تمام من اللحمه اهي بالطريقه دي. جايبه مش عرق ولا حاجه خالص، هو اللي هكلفكم قطعه لحمه كاني هطبخ بس حته سليمه على بعضها اهي. قطعه لحمه، اي قطعه لحمه مش والله عايزه تعملي العرق بتاعها هاتيه واعملي، يعني كل واحد حسب امكانياته اللي هو عايزه. بس هو لازم اجيب 3 4 كيلو؟ لا مش 3 4 كيلو ولا حاجه خلاص، احنا ممكن كيلو كده حته سنيه حلوه كده من اللحمه على بعضها وخلاص. طيب ايه بقى الطريقه؟ احنا زي ما اتفقنا عملناها معاكم قبل كده، بس طبعا بحب اعملها كل سنه برضو عشان تبقى ايه افكركم بيها، وان احنا بنعمل حاجه وبنوفر على ما بنشتريه من بره خالص. يعني احنا بنعمله هنا بتفرق ربع الثمن، اقل من ربع الثمن بتشتريه من بره تمام. انا جايبه كيلو لحمه وجايبه ملح، ده اول حاجه. المقادير معاكم احنا عايزينها كلها على الشاشه، بس انا بشرح لك واحده واحده. احنا هنعوز اللحمه دي تكون زي ما قلت لك حمراء، هتجيبيها نضيفه فيهاش دهن، فيهاش دهن خالص، يعني تبقى كده ايه قطعه كده حمراء زي ما هي كده. هتجيبها كل التوابل اللي معانا دي، اهو شايفين ما فيهاش دهن خالص، احنا مقشرين عليها كل حاجه وزي الفل تمام، ما ينفعش يبقى فيها دهن. المقادير بقى الباقيه دي كلها بتجيبيها عندنا حلبه مطحونه. الحلبه المطحونه برضو عشان اكرر تاني، هي الحلبه الحصى المطحونه، الحلبه الحصى المطحونه، عشان ما تروحيش يديك الحلبه بتاعت المغات، لا دي حلبه حصى مطحونه. حلو الكلام. وربع بابريكا وكزبره ناشفه ومعلقه كبيره ملح ونص كوبايه ثوم مفروم ومعلقه كبيره فلفل اسود بس كده، وميه هنعجن بميه. هوريك دلوقتي ازاي. والله خطواتها سهله بس هي عايزه شويه صبر. يعني اول حاجه احنا بنعمل ايه؟ بجيب قطعه اللحمه اللي عندي دي واروح حاطه عليها ملح. حط عليها ايه؟ اللحمه اللي انا غرقتها ملح. واروح حطها على الشبكه. وهروح حط عليها صينيه تانيه كده او كده حسب ما تبقى معاكي اي حاجه كده، واروح حط عليها حله، حله بقى عندك حاجه حديد تقيله حطيها، اي حاجه يعني، يا حله ميه مثلا عشان نتقل بيها، يا اي تقيله. وزني عشان ما تغلبناش الدنيا ميه. تاني يوم بتلاقيها فقدت ايه الميه وبقت ايه داخله في السوى كده من الملح، الملح بياكل فيها تمام. وبعدين جيب بوله تانيه، اخد بقى اللحمه دي اغسلها، ممكن في التلاجه وممكن بره، ممكن في التلاجه وممكن بره، بس فضلها بس الاحسن اكون في التلاجه تمام، الاحسن اكون في التلاجه اسيبها كده. انما لو الجو حلو زي الشتاء سيبيها برده، هي عليها ملح اصلا. وبعدين هجيبها بقى كده اشطفها من الملح اللي عليها، هي بتنشف على كده كمان على فكره، ليله واحده هنشفها، ليله واحده يوم واحد ماشي، وندخلها في فتحه السكين اللي احنا عملناها. تمام، نفتح مصنع بعد كده يا ولاد. واروح ايه ربطوها
وهروح معلقاها تنشف كده من غير الملح. خلاص هي كده ايه، ملحتها وسبتها تنشف لغايه تاني يوم، شطفتها اسيبها بقى تنشف، علقها تنشف كام ساعه بس، كام ساعه. لا انا مستعجله ومش فاضيه صراحه، فهنشفها بايدي. انما لا سيبيها تتعلق في الهواء كده مكان ما احنا معلقينها، سيبيها كام ايه يعني، مكان ما هتعلقي بقى اصلا يبقى ليكي مكان تحطيها فيه كده، يكون مكان هاوي بس مش شمس. نص كوبايه من الحلبه المطحونه عشان دي بتديني بقى الطعم الحلو. يعني عارفين طبعا بتعمل بسطرمه تبقى ريحه البسطرمه ايه بقى، جايبه اخر الشارع من حلبه، حلبه وتوم على طول معروفه. تمام، وادي التوم، بابريكا، كزبره ناشفه. انا حاسه كده بعمل كميات مش كبيره عشان القطع عندي مش كبيره يعني، فاهمين ازاي؟ وفلفل اسود والملح بقى مش كتير، يعني معلقه ملح كبيره مثلا ولا حاجه. ماشي، عشان ما تبقاش الخلطه حادقه. تمام، ونعمل دي عجينه بقى، نقلب كده وهناجم بالميه اهو، بعملها عجينه. بعملها ايه؟ عجينه اهو، عجينه تعرفي تفرديها اهو، حته بسطرمه من غير ما احط لحمه. يعني خلطه دي حته بسطرمه لوحدها كده. خفيها خفيها. الحلبه المطحونه دي حلبه حصى مطحونه عشان ما يديكيش الحلبه اللي بنشربها، مش الحلبه يعني المغات، لا ما دي ولا حلبه برضو مطحونه، لا. تمام، بصوا بقى ادي كده بنمسك بقى ايه، نمسك اللحمه دي ونعلقها، احنا بناخدها كده، هناخده بقى هنا كده. وتعالي بقى بتاخدي بقى حته اللحمه دي وتبداي ايه تعملي كده، ماشي، ما بيقعش منها حاجه ولا حاجه، ولو وقع الصينيه تحتيها. لازم بقى تبقى كلها متغطيه، مفيش فيها اي هواء يخش للحمه، لازم دي كده نخش على الناحيه التانيه وبعدين نرجع لها تاني اهو كده. لو لاحظتي اي شقوق لازم ايه تعمليها بايديكي بميه باي حاجه، لازم اهو. طب احنا بنقعد بحرص قوي نعملها عشان اي حاجه، بصوا بقى اي حاجه هتبقى عريانه من اللحمه هبوظ لك اللحمه، واحنا مش كل يوم نشتري لحمه يعني ولا نعمل بسطرمه، فلازم التغليفه تبقى محترمه كده. نرجع لدي تاني دي بقى بتقعد قد ايه بتعلقها كده؟ حوالي اسبوعين لثلاثه، من اسبوعين لثلاثه، وتعملي احلى بسطرمه، احلى بسطرمه. هي حسب الجو بقى اللي فيه. تمام، اهو كده بصي بتغلفي كده وتثبتي عليها كده وما تسيبيش حاجه، رقعيها. ما عارفين اللي بيرقعها، وهي دي احنا بنعمل كده، اي حته هتحسي ان هيخش لها هوا لازم نغطيها.
نجيب بس شوية مية بيضاية كده في الآخر، ونبدأ ايه نملس بيها عشان نقفل اي مسام.